تمام، نشوف تقرير عن استاد النادي المصري الجديد ثم فاصل ونواصل. احنا طبعا احنا بدانا الشغل يوم 7/3. اليوم ده بالنسبه لنا يعني بالنسبه لبورسعيد كلها وبالنسبه لشعب مصر كله ده يوم تاريخي، اليوم اللي بينتظره كل جماهير الشعب البورسعيدي والنادي المصري. ان شاء الله يعني طبعا طبقا يعني للتعليمات الجهات القياده السياسيه العليا وطبعا معالي السيد الوزير الشباب ومعالي السيد المحافظ ومعالي السيد الوزير رئيس مجلس اداره شركه وادي النيل، الجميع كلهم اجتمعوا واتفقوا على انه الموضوع يعني مش لازم يتاخر عن كده شويه. احنا طبعا في الفتره اللي فاتت دي ما كناش متاخرين ولا حاجه، احنا كنا في مرحله الاعداد للاتمام بالرسومات والتعاقدات، وزي ما حضرتك اي مشروع في البدايه لازم يكون ليه تجهيزات يعني وتعاقدات وحاجه زي كده يعني. فالحمد لله احنا بدانا ان شاء الله يوم 7/3، وباذن الله زي ما حضراتكم احنا عد النهارده 15 يعني اسبوع ان شاء الله. الحمد لله المعدلات لو مشت بالشكل ده وان شاء الله تمشي اكتر كمان، ان شاء الله المشروع ده يتنفس في ميعاده والافتتاح ان شاء الله يكون في ميعاده باذن الله. بنرحب بحضراتكم طبعا في مشروع استاد النادي المصري، مشروع الحلم لكل ابناء بورسعيد وخاصه محبي النادي المصري، واحنا شرف ان احنا من عشاق النادي المصري طبعا بورسعيد. البدايه احنا استلمنا المشروع في اغسطس 2021. طبعا دخلنا على موضوع هدم الاستاد القديم اللي استغرق 10 شهور بالظبط، تمام، تم الانتهاء منه من في منتصف 22. بعد كده حدث الاكستنشن الجديد اللي هو بتاع نادي بورسعيد، انضمام نادي بورسعيد لارض الاستاد النادي المصري الانشاءات، واستغرق هدم نادي بورسعيد برضو 20 يوم بالظبط. وتم تسليم كل المفكوكات وكل لمدير شباب الرياضه ببورسعيد. بعد كده بدأنا أعمال الحفر الفعلي 7 مارس 2023. حتى الآن حفرنا 9000 متر مكعب، وتم تنزيل إحلال في المنطقة حوالي 1000 متر مكعب في المنطقة حتى الآن يعني. بداية الأعمال بدأت 7 مارس. أعمال الحفر والإحلال إن شاء الله هتستغرق شهر بإذن الله. الأعمال الإنشائية إن شاء الله بإذن الله في المشروع هتستغرق 8 شهور. مدة تنفيذ المشروع كاملة 18 شهر. ان شاء الله باذن الله معدلات البدايه بتشير ان شاء الله ان احنا هننفذ المشروع طبقا للبرنامج الزمني المقدم للوزاره، وان شاء الله باذن الله هيطلع على في ابهى صوره وحاجه تشرف وتليق بالنادي المصري ومحافظه بورسعيد كلها. احنا شايفينه النهارده ده نتيجه عرق الدوله المصريه ونواب مصريين عظام على اعلى مستوى ومجلس اداره نادي مصر عظيم، ان احنا كل ده تضافر الجهود دي كلها ادت ان احنا موجودين النهارده، وكل واحد بيقوم بدوره على اعلى مستوى. باشمهندس هاني ضاحي النهارده كمان متواجد وموجود بنفسه بيتابع كل الفعاليات، باشمهندس يعني في وجود سياده اللواء عادل غضبان، ايه اللي حضرتك لمسته مع التواجد في اللحظات الاولى وحضرتك جاي المشروع؟ لا هو طبعا هي زياره ميدانيه عشان نطمن النهارده ان المشروع ماشي طبقا لمعدلات التنفيذ بتاعته، توافر المعدات، توافر المهندسين، توافر الايدي العامله لهذا المشروع. دي بالنسبه لي انا تهمني جدا، وفي نفس الوقت معدلات التنفيذ تهم معالي المحافظ عشان يطمن ان معدلات التنفيذ لهذا المشروع ماشيه طبقا البرنامج الزمني. طبعا انا بكرر تاني بقول انا بشكر معالي الوزير السيد اللي هو عادل غضبان والدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه والشباب والاخ محمود حسين، يعني دعم وسرعه في اتخاذ القرار وقرارات جريئه، لولا هذه القرارات ما كان هذا المشروع في حيز التنفيذ.